يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قراءة القرآن والذكر داخل الصلاة وخارجها، قراءة القرآن والذكر داخل الصلاة وخارجها، هل يلزم أن يحرك شفتيه أم يكتفي بالذكر بالقلب والنظر فقط؟ لا، ما يجوز، ما يكفي، لا بد يتكلم، لازم يتكلم بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه ويحرك شفتيه، ما يكفي الاستحضار في القلب، قراءة في الصلاة أو الذكر أو التسبيح، الركوع والسجود، لا يكفي هذا في القلب، ما تصح الصلاة مع هذا. نعم.